وحكمته قريش في من يضع الحجر الأسود، فوضعها بحكمته بيديه الشريفتين. كان ما يتوافق مع سنة الله في كونه أن يكون المصطفى لقيادة عملية التغير الكبرى رجلاً من صميم العرب ومن أبناء مدينة مكة، حيث بيت الله الحرام الذي يحج إليه الناس من مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم ولا يشرب خمراً ولا يفعل شيئاً من أفعال الجاهلية، فقد حفظه الله منذ الصغر بعدما استخرج منه حظ الشيطان من قلبه في حادثة شق الصدر الأولى في بني سعد. وكان يتعبد في غار حراء، وبعد شهور من العزلة والخلوة، وبعد 6 أشهر من الرؤيا الصادقة، حيث جاءه الوحي من عند رب العالمين فقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد كف بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن، لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. وفتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرارة المفاجأة وليحدث التشوق، ثم ظهر له جبريل مرة ثانية جالساً على كرسي بين السماء والأرض، فعاد إلى أهله طالب التزمل والتدثر، فنزلت: يا أيها المزمل، ونزلت:
يا أيها المدثر قم فأنذر. وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة. أيها الناس، لقد بعث محمد، لقد بعث محمد. أيها الناس، لقد بعث محمد. يقولون إن محمداً ابن عبد الله يدعي النبوة، فماذا أنتم فاعلون؟ إنها لكارثة كبيرة، علينا أن نقدم ما بوسعنا لإيقافه. لماذا كل هذا الاهتمام بأمر محمد؟ دعوه وشأنه. تباً لك، ألا تدري لماذا؟ إنه يسفه ديننا ويذكر آلهتنا بسوء، ويزعم إنه نبي يدعو إلى عبادة إله واحد. هل قال ذلك؟ كيف يجرؤ على هذا؟ واللات والعزة لن ندعه حتى يرجع عن ذلك. لم يتوقف الأمر على هذا، بل يدعي أن هناك حياة بعد الموت ونشورا وأن هناك حسابا وجنة ونارا. ليس هذا فحسب، بل إن دعوته تلك تمثل خطرا على عاداتنا وتقاليدنا وما ورثناه عن آبائنا. علينا أن نوقفه جميعا نصرة لآلهتنا. إذن علينا أن نقول فيه قول الوليد بأنه شاعر أو ساحر أو مجنون. علينا أن نحاربه بكل قوة قبل أن يساوي بين السادة وبين العبيد. نعم، إن الإيمان بمحمد يهدد زعمتنا القبلية والدينية بين العرب. لكن عمه أبو طالب يسانده ويقف بجانبه. لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج. بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. تبا لك، أجمعتنا لمثل هذا الأمر؟ وقد نبههم رسول الله بحكمته أن العدو اللدود كامن في نفوسهم، مترصد في بيوتهم، وهو أولى أن يخافوه ويأخذوا له عدته. فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين وصفاته وأسمائه الحسنى، والوقوع في الشرك والوثنية وعبادة النفس والشهوات وتعدي الحدود وانتهاك الحرمات، أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جيش مراصد يحسبون له كل حساب ويفزعون منه كل الفزع.